محمد عبده ورسوله بين يدي الساعه ليكون للعالمين نذيرا واتاه جوامع الهدى ومنابع الحكم ووعده مقاما محمودا وجعله سميعا بصيرا. اما بعد، فاني اوصيكم اولا بتقوى الله واحذركم يوما عبوسا مضطررا، يوم تبلى كل نفس ولا يقبل منها عدل ولا تجد نصيرا. يومئذ يندم الانسان ولا ينفعه الندم فيطلب العون الى الدنيا وهيهات ان يعود ويخرج له كتابا يلقاه منشورا. يا ابن ادم، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وتجدوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزى به. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، خير الحكمة خشية الله، وخير الغنى غنى القلب، وخير الزاد التقوى، وخير ما أوتيتم العافية وكان ربك قديرا، وخير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ভিডিও ডাকা আল্লাহ।